السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه بيت حنونه. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وكاع في صحه جيده. كما راكم تشوفوا راني نزين في ان غاتو شوكولا كعكه بالشوكولا، بزاف يجي شباب، بزاف يجي بنين، وايضا ساهل في التحضير تاعه وما يطلبش ايضا مكونات بزاف كثيره. يعني ساهل، في 15 دقيقه تقدر توجدي هذا الغاتو. دونك لهذه الكعكه لازم لنا 4 تاع البيض، لازم لنا كاس تاع سكر ما يعادل يعني 100 غرام من السكر. راح نضربوهم ونطلعوهم حتى يتضاعف الحجم تاعهم. راح نضيف لهم 2 كؤوس من الفرينة، منقوص واحد فيهم يعني القليل اللي هو يعني حسبة مغرف ونص من الكاكاو اللي راح نضيفوه للخليط نتاعنا كما راك تشوفوا في الصورة. راح نخلطوهم مليح، وباش يعني نخلطوهم مليح وببطء ايضا باش ما نهبطوش الفوليوم نتاع الكاتو نتاعنا. ومن بعد راح نحطوه في القالب اللي راح يدخل الى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة لا اكثر ولا اقل. وبعد في هاد الاثناء راح نروح نديروا يعني صلصة الشوكولا، يعني 25 سنتيلتر من الكريمة السائلة تكون، ما تكونش كاملة الدسم. راح نضيف لها 300 غرام من الشوكولا، اي نوع من الشوكولا اللي عندك. ومن بعد اللي يخرج الكاطو نتاعنا كما راكم تشوفوا راح نتقبها بهذا العود، يعني عود الشواء. ومن بعد راح نضيف لها صلصة الشوكولا. صلصة الشوكولا تكون دافية والغاتو يكون سخون باش يتشرب لنا مليح هذيك الشوكولا نتاعنا، يجي فريمون ان ديليس. يعني واش نقول لكم، سي تري 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 بون. اذا هنايا راح نزينها، راح نقطعها نخليها بطبيعه الحال تبرد ومن بعد نزينها. والتزيين اختياري، كل واحد وعلى حسب الذوق نتاعه. انا درت هنايا الفيرميسال وشوكولا، تقدروا ديرها الفواكه، فواكه مجففه، يعني اي حاجه تكون عندك في البيت. وهنا راني نقطعها لكم كما راكم تشوفوا، وراكم تشوفوا يعني يجي بزاف هشيش ويجي يعني يدوب في الفم. نتمنى ان يعني تجربوا الوصفه وتقولوها لي في التعليق. ما تنساوش دعوه الخير، وإلى اللقاء إن شاء الله.